هلأ ميسان رح نحكي عن عالم المغامرة يلي كلياتنا بننشد له يمكن بشكل غير إرادي وبنحاول نتابع الأخبار، كيف إذا كنا عم نحكي عن الطيران الشراعي؟ فعلا هذا يعني موضوع كتير جميل وكتير أشخاص بيحبوا أنهم يجربوها بس ما عندهم هي القدرة وهي الشجاعة على تجريب الطيران الشراعي. أكيد لما بنحكي عن العالم الأجمل هو عالم الطيران الشراعي يلي هلأ هذا العالم المميز جدا وأتقنه المهندس طارق سعد مدير نادي الطيران الشراعي السوري بالإضافة لكونه رئيس لجنة التحكيم معرض الطيران الفيدرالي الفرنسي. يسعد صباحك أستاذ. صباح خير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك المهندس طارق معنا عبر السكايب من فرنسا، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية بدنا نتعرف على الكتاب يلي تم إطلاقه ويلي جمع 200 صورة لسوريا من السماء. الكتاب اللي وصل لكم واللي صدر من حوالي 15 يوم عن دار دالمون السورية هو مجموعة صور تم أخذها بين 2007 و 2011. حاولت أجمعها بهي الطريقة مشان ما تضيع صراحة، لأنه كتير مهم أنه يكون في أرشيف للرحلات الجوية اللي صارت بسوريا بين 2007 و 2011 اللي هي فترة تأسيس وانطلاق نادي الطيران الشراعي السوري واستضافة أكثر من 200 طيار من حول العالم. هذا الكتاب ما كتير فيه كتابة، إذا لاحظتوا رح تلاقوا مجرد في نصين أو ثلاث نصوص تقديمية لسوريا عن طريق أصدقائنا مثل الأستاذ بول رئيس نادي السيارات السوري، مثل الفنانة التشكيلية ضحى الخطيب، وهن كانوا تقديمات بسيطة جدا، مثل الدكتور محمد الصالح رئيس غرفة آثار تدمر سابقا. بنحكي فيه عن 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 هي الصور وعن الرؤية للوحة السورية من الأعلى من الطيران. كان معنا مجموعة طيارين كتير كبار لما جمعنا هذا الكتاب، يعني بظن أنه الصور لحالة بتحكي عن مدى جمال وروعة التصوير الجوي، واللي إن شاء الله رح نلحقه بكتاب آخر بفترة قريبة، وعم بحضر له حالياً مع صديق عزيز وغالي جداً الكابتن سائد المفتي، وهو بيتحدث عن تاريخ الطيران الشراعي السوري من عام 43 ونحن لتاريخ اليوم طبعا. يعني هذا الكتاب نحن موجود معنا بالاستديو عم نتفرج عليه انا وزميلتي فرح، وفعلا بيحمل صور كثير جميله بتعبر عن جمال سوريا وجمال بلدنا. استاذ طارق، يعني فعلا بكل تفاصيله وبكل مكان في حكايه عم تحكيها هي الصور. بما انه ذكرت حضرتك انه كنت تحكوا شيء عن تاريخ الطيران الشراعي السوري، في كثير اشخاص ممكن يسالوا هل نحن عندنا طيران شراعي بسوريا؟ شو قدرنا نحقق من خلاله وقديش صار له تقريبا يعني موجود وحي على الأرض؟ الطيران الشراعي السوري موجود بسوريا من سنة 43. هذا اللي كنت عم حاول أني أرجع وثقه بكتاب اسمه تاريخ الطيران الشراعي السوري. الطيران الشراعي السوري تأسس بال 43 بسوريا وتم شغال حوالي شي 20 أو 30 سنة، بعدين توقف لأسباب الحرب وإلى آخره. رجعنا أحيانا نادي الطيران الشراعي السوري بال 2007. 2007 إذا لاحظتي بالكتاب رح تلاقي في صور طيران لمجموعة مناطيد عددها 150 هط إربالون فوق دمشق وفوق تدمر. بال 2007 قدرنا نرجع نعيد تأسيس نادي الطيران الشراعي السوري، وقمنا بأكثر من 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 تجمع أو ملتقى لنادي الطيران الشراعي السوري. ونادي الطيران الشراعي السوري موجود حاليا، توقف بسبب الازمه اللي كانت، وان شاء الله تعافينا منها بسوريا، او نحن بالمراحل النهائيه للتعافي تمام. بس نادي الطيران الشراعي السوري رجع هلا جدد نشاطه. وهلا يمكن في مهرجان كمان بقلعه الحصن عم يتم التجهيز له. بالضبط، انا جاي كنت عم بدي احكي هي القصه، انه نحن هلا عم نحضر لملتقى ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي بالتعاون مع محافظة حمص مشكورة. الملتقى رح يضم 25 طيار باراموتورز
رح نطير فوق القلعة وفوق وادي النضارة بتاريخ 29/30/31. طيارين أوروبيين واللي أكلوا كتير جهد مني بإقناعهم إنه لازم ننزل طير بسوريا وسوريا بلد آمن ما في أي مشكلة وإن شاء الله بنقدر نعمل عرض جوي كتير مرتب بهي 3 أيام اللي رح نكون فيها بين 25 بين 29/31 إن شاء الله يا رب بمحيط القلعة وبتمنى تجوا تحضروا لأنه رح يكون عرض مميز 25 طيار من 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 6 أندية عالمية مشكورين لأنهم وافقوا معي إنهم ينزلوا على سوريا ويشاركوا بسوريا ويرسلوا رسالة لكل الأندية وهي اللي بتهمني صراحة أو كل العالم يرسلوا رسالة إنه سوريا بلد آمن جدا ومؤهل للطيران الشراعي وبدعم قوي جدا من وزارة السياحة من محافظة حمص من كل الجهات المعنية اللي بتحب تنشر ثقافة الرياضات الجوية العربية اللي نحنا كنا أول بلد بالوطن العربي بالتساوي مع مصر والعراق طبعا كان عندها أندية طيران شراعي بالسنة بالأربعينات اليوم مع الأسف نحن بلد ما بدي أقول متأخر تمام بس متأخرين نحن بسبب ظروف الحرب ولكن يمكن الظروف هي اللي كانت السبب فينا نقول بأنه بلحظة من اللحظات نتأخر بعالم الطيران الشراعي أستاذ طارق. إن شاء الله نتمنى هذا المهرجان يكون نقطة انطلاق جديدة للطيران الشراعي السوري، فينا نقول عنه أنه ممكن يكون هيك 100% لأنه السنة يعني نحن مثل يعني مراهنين إنه لازم ننجح بهذا العدد الصغير لأنه أنا السنة لازم أقدم للاتحاد الفيدرالي وللاتحاد الدولي العام الـ FAI لازم نقدم لهم تقرير إنه نحن نجحنا بهذا المهرجان ليمنحونا الإذن الدائم بالطيران الشراعي عبر السنة القادمة واللي بإذن الله طبعاً كله تقدير من ربنا بإذن الله إذا نجحنا هي السنة بهذا الشيء رح نستضيف السنة الجاي بطولة الباراموتور ورح يكون مشارك معنا أكثر من 250 طيار من كل دول العالم وإن شاء الله رح تكون مثل ما بنقول بالعامي بمعية محافظة حمص وزارة السياحة اللي أنا تواصلت معهم واللي أكدوا لي أنه هن مستعدين يقدمونا كل الدعم اللازم لاستضافة البطولة السنة الجاي. إن شاء الله يا رب نقدر نعمل شيء هاي السنة بمهرجان القلعة والوادي ويكون مثل ماني مخطط له بشكل منيح وسليم وأمان والطيارين يرجعوا مبسوطين إن شاء الله لأنه فعلا رح تكون نقطة انطلاقة أو ولادة جديدة لنادي الطيران الشراعي السوري والرياضات الجوية بشكل عام لأنه بتمنى يتأسس بسوريا 20 نادي ويصير في نشر لثقافة الطيران الشراعي السوري لأنه هذا الشيء اللي كانت أساسا سوريا عليه موجودة من سنة 40 وجاي. نعم، إذا بدنا نحكي كمان أستاذ طارق عن نظرتك يمكن وتوقعاتك لبطولة العالم للطيران الشراعي اللي عم بتكون العام المقبل، خبرنا أكثر شو هي نظرتك لهي البطولة. بطولة العالم للطيران الشراعي ما بدي شبهها مثل بطولة العالم للفوتبول أو لأي لعبة ثانية، الطيران الشراعي هو طيران محدود ما له كثير منتشر عالميا. منتشر عالميا بس ما فيها هالاستقطاب لكتير كبير لكتير أسباب، واحد منها التكلفة العالية للطيران الشراعي لأنه تكلفته عالية مقارنة بغير الرياضات. اللي بيهمني أنه نحن ندخل بجدول الدول المستضيفة للطيران الشراعي عالميا، يعني اليوم أنا عم حط سوريا على خريطة الاتحاد الدولي الـ FAI والاتحاد الفيدرالي بأنه تكون هي محطة لمهرجانات أو الملتقيات أو البطولات اللي بتصير سنوياً بهذا المجال. يعني أنا اليوم عم بضغط كتير على رئيس الاتحاد أنه لو سمحت تعطينا فرصة واحدة نثبت لك أنه سوريا بلد آمن وسوريا بيئة جيدة لاستضافة بطولة العالم للطيران الشراعي. العام المقبل واللي هي بشهر 5 بشهر ماي بشهر 5 رح تكون بداية البطولة. عدد الأندية المسجلة حتى الآن للاستضافة للمشاركة ببطولة البراموتورز هن 117 نادي بعدد طيارين 250 طيار من كل دول العالم طبعاً.
يعني اليوم خليني أقول لك شغلة، إنه القصة اليوم شخصية، يعني اليوم هني واثقين بطارق، أوكي طارق أنت عم تقول هيك نحن رح نمشي معك. عشان هيك شوي هي مولدت لي حال من الستريس. لا إن شاء الله إن شاء الله بتحققوا يا رب كل شيء متمنعينه أستاذ طارق. وأيضا بنشوف السوريين والطيارين الشراعين السوريين عم يحققوا الأشياء يلي متمنعينه. سيد طارق نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وإن شاء الله بنشوفكم بمهرجان قلعة الحسن عن قريب، يعني فرح وبنشوف فعلا هاي الأنشطة والفعاليات يلي نحن كتير محتاجينها. نتشكر وجودك معنا الأستاذ طارق، شكرا كتير لك.